صباح الخير متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. إذا نشعر أن الطقس اليوم صباحا كان باردا على غير العادة في العديد من المناطق، هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة الصغرى ودرجات الحرارة الصباحية، لكن بالرغم من ذلك يستقر الطقس اليوم، ارتفاع قليل على درجات الحرارة في ساعات النهار وانعدام تقريبا لفرص الهطول بشكل كلي في معظم المناطق. كما نلاحظ اليوم درجة حرارة في العاصمة عمان 16 درجة مئوية في ساعات النهار كحد أقصى تقريبا، غيوم متفرقة تظهر في سماء العاصمة بشكل عام. دعونا نتعرف على درجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من إربد من 20 إلى 10 درجات مئوية في ساعات النهار، والليلة القادمة 10 درجات مئوية، تكون 20 إلى 10 درجات مئوية في جرش، تكون في المفرق من 19 إلى 8 درجات مئوية، أما في عجلون من 18 إلى 10 درجات مئوية. انتقالا إلى المناطق الوسطى من المملكة، تكون في العاصمة عمان من 16 إلى 10 درجات مئوية، في البحر الميت من 25 إلى من عفوا 23 إلى 15 درجة مئوية، تكون في مأدبة من 18 إلى 8، أما في السلط أو البلقاء من 17 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 12 درجة مئوية. كما نلاحظ في الزرقاء اليوم 20 درجة مئوية في ساعات النهار لكن الصغرى 8 درجات، ظهور لكميات من السحب والغيوم في العديد من المناطق الوسطى. انتقالا الى المناطق الجنوبيه، اهم ما يميز المناطق الجنوبيه هي الاجواء ودرجات حراره الليله القادمه. نلاحظ مثلا في معان يعني 5 درجات مئويه خلال ساعات الليله القادمه، 7 درجات مئويه في الكرك، 8 درجات مئويه في الشرافه، الاجواء بارده تقريبا في ساعات الليل، لكن نهارا 14 في الطفيله، 15 في الكرك، و14 درجة مئوية في الشراء، و17 درجة في معان. أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 25 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 15 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية، مناطق البادية الشرقية، تكون في الأزرق من 20 إلى 7 درجات، وكذلك الأمر أجواء باردة في ساعات الليل، 16 إلى 19 إلى 6 درجات مئوية في الصفاوي، وتكون من 18 إلى 8 في رويشد. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.